السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لله على سلامتك. سلمك الله يا فاطمة. أين زوجتك يا حماد؟ في غرفتها تقرأ الكتب التي تركتها لها وتراجع الأحاديث النبوية التي حفظتها. بارك الله فيها. ما أخبار حلقة الدرس يا حماد؟ تناقشنا في 3 مسائل يا أبي، ثم قام الخلاف كالمعتاد بين زفر وأبي يوسف. أما يزالان على خلافهما؟ لقد أوقفنا الفصل في مسائل الخلاف حتى تعود فترجح أي من الرأيين إن شاء الله. وأنتما كيف حالكما؟ تسأل عن ما يرى أولا ثم عنا. هي حديثة عهد بالإسلام، وعلينا أن نتعهدها بالرعاية لنساعدها في تثبيت إيمانها. في هذا عندك حق. قل لنا أنت، كيف كان حالك مع الخليفة؟ وفيما كان يطلبك؟ كان يسألني الفتوى في عهد كتبه لزوجته. لعلك أرضيته هذه المرة. بل أرضيت الحق وأرضيت نفسي، أما هو فلا أدري إن كان قد رضي أم سخط. انظر من يطرق الباب يا حماد. نعم يا أبي. نعمان يا ولدي، أما آن لك أن تكف عن عنادك مع الحكام والولاة؟ أنا لا أعاندهم يا أمه، ولكنني أبين لهم وجه الحق فيما يسألونني عنه. الحاكم لا يرى الحق إلا فيما يتفق مع هواه. والله كلما طلبك الخليفة أشعر بالخوف والقلق. اطمئن، فقد تعاهدت مع الخليفة أبي جعفر المنصور على ألا يغضب أو يضيق برأي لا يعجبه. هداه الله، فإنه لا يحفظ عهدا. أبي، غلمان من الهاشمية يطلبان رؤيتك. أراهما إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن غلمان لأروى زوجة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. أهلا وسهلا بكما. لقد بعثتنا إليك لنقرئك السلام ونحمل لك هدية منها. هذه 10,000 درهم، وهناك ثياب وحصان خارج الدار. وما مناسبة الهدية؟ الفتوى التي أعلنتها لصالحها أمام الخليفة. أنا لا أحصل على أجر في مقابل الفتاوى التي أصدرها، رد إليها هديتها. قالت إن وقفتك مع الحق لا تقدر بثمن، لكنها ترسل الهدية تعبيرا عن تقديرها وشكرها. أقرئها السلام وقول لها إنني ناضلت من أجل ديني، وما قمت هذا المقام إلا لله، لم أرد به دنيا ولم ألتمس به تقربا لأحد. لا نستطيع أن نرد الهدية. وأنا لا أستطيع قبولها. يا إمام، قبولك الهدية يعطيك أعظم الأجر والثواب من الله، ولقد وعدتنا زوجة أمير المؤمنين بأن تعتقنا فيما لو قبلت الهدية. ومن يعتقني أنا من النار يوم القيامة؟ عود إليها بهديتها فوالله لا أقبلها. يا إمام، لا جدوى من الإلحاح، فقد أقسم أبي ولن يحنث في قسمي. هيا هيا. ما الذي أتى بك إلى حجرتي؟
لأرى حالك، فربما كنت في حاجة إلى طبيب يعالج ما أصابك من جنون. لا شأن لك بي، اذهب إلى واحدة من الزوجات أو الجواري التي جئت بهن إلى قصرك. ليس بعد، فقد رأيت ألا أتعجل هذا الأمر ضمانا لحسن الاختيار. ما فعلت ذلك بإرادتك، ولكن الإمام أبا حنيفة ألزمك بعهدك. من أين جاءتك هذه الأخبار؟ من أنبأك بها؟ الناس يتحدثون عنها في كل مكان. من أبا حنيفة هذا الذي يلزمني بما لا أريد؟ أنا إن شئت ضربت عنقه الآن. لكنك التزمت بكل ما طلبوا منك. لا، لقد فعلت ذلك بإرادتي وليس رغما عني. كل ما في الأمر أن أبا حنيفة أوضح لي رأي الشرع والدين في هذا العهد الذي كتبته لك، وقد أخذت برأيه خوفا من الله وتقربا إليه. خوفا من الله وتقربا منه؟ منذ متى يا أبا جعفر وأنت تخاف الله؟ منذ بلغت سن الإدراك. أروى، نحن أولى الناس بطاعة هذا الدين الذي جاء به ابن عمي محمد صلوات الله وسلامه عليه. كأنك تخاطب الناس لتزين لهم حكمك وتبرر أفعالك، ونسيت أنك تخاطب زوجتك التي تعرف باطنك وظاهرك. أروى، أتشكين في أنني أخاف الله وأتقيه؟ هل رأيتني ليلة واحدة لا أقوم ثلثها الأخير عابدا ذاكرا حتى أخرج للناس لأصلي بهم الفجر؟ هل رأيتني يوما وقد أغفلت حقوق الرعية ومصالحهم؟ هل رأيتني مرة واحدة وقد أغلقت بابي في وجه المظلومين والمحتاجين؟ لقد وجهت الأموال كلها لتوسعة بيت الله الحرام قبل أن أنفق درهما واحدا على مدينة بغداد. لا أنكر ذلك، ولكن... ولكن ماذا؟ هل قصرت في الدفاع عن حدود بلاد المسلمين؟ لقد رددت الترك واستخلصت ملطية من الروم وجهزت الجيوش لمواصلة فتوحات الإسلام في كافة الأقطار. والله ما فعلت هذا إلا خوفا من الله وابتغاء مرضاته. ما رأيت أعجب منك، فأنت رجلان في رجل واحد، تحمل في قلبك الخير والشر معا. أي شر؟ هل أنني قتلت أبا مسلم؟ لقد حقنت بذلك دماء المسلمين وحفظتها من الفتن، والفتنة أشد من القتل. قتلت أبا مسلم وغير أبي مسلم. أروى، إن كان أمر سارة يغضبك فسأعمل كل ما في وسعي حتى أرضيها وأرضيك. أرسلتني مولاتي أروى زوجة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور تستأذن في الحضور يوم الجمعة القادمة لتقديم واجب العزاء. لن نكون هنا الجمعة القادمة، فنحن عازمون على السفر غدا أو بعد غد. أمي، لا أظن أننا سنرحل قبل أسابيع. قل لأروى زوجة أمير المؤمنين إن صارت زوجته أرملة أبي مسلم في انتظارها. سارة، ماذا تنوين؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. يا عبد الله ابن الحسن، أين ولداك محمد وإبراهيم؟ ألا تجلسنا اعتبارا لصلة الرحم؟ لا، بل تظل هكذا وقوفا في حضرة أمير المؤمنين. أين ولداك؟ والله لا أعلم عنهما شيئا.
كذبت في قسمك. وأنت يا أبا رقية، ألا تعرف مكانهما؟ لا أعرف. زوجت ابنتك رقية من إبراهيم ولا تعرف أين يقيم معها؟ ما أخبراني بشيء. بل أخبرك، لم تنقطع ابنتك عن زيارتك عندما كان إبراهيم مختفيا بالحجاز، ولا بد أنها ترسل إليك من يطمئن عليك ويطمئنك عليها. أقسم لك بالطلاق والعتاق. كاذب. وأنتم يا أعمام إبراهيم ومحمد وأبناء عمومتهما، ألا تعرفون مكان محمد بالحجاز وإبراهيم بالعراق؟ يا أمير المؤمنين، محمد وإبراهيم لم يخرج عليك، ولكن آثر العزلة والابتعاد عن أمور السياسة والحكم. ليس أبو جعفر المنصور من يخدعه مثل هذين الغلامين، إنهما يتصل بالناس ويتصل الناس بهما استعدادا للخروج علي. والله لا أهدأ حتى أعرف رأسي لهما أم رأساهما لي. يا أمير المؤمنين، يجب ألا تصل الأمور بينكما إلى هذا الحد. لماذا لا يبايعاني؟ هذا ما نلقاه منكم يا بني علي وفاطمة بعد كل ما قدمناه لكم. أنسيتم ما فعله بنو أمية بكم؟ قتلوا الرجال والنساء والأطفال، لعنوا عليا على منابرهم كما يلعن الكفرة، حتى خرجنا عليهم وأخذنا ثأركم الذي عجزتم عنه، وحفظنا دماءكم وأورثناكم أرضهم وديارهم. يا أمير المؤمنين، نحن لا ننكر شيئا من ذلك. وأغدقنا عليكم الأموال، فإذا بكم تأخذون ما نعطيكم لتحاربون به. يا أمير المؤمنين، نحن ما ترددنا في بيعتك، ولكن إذا كان محمد وإبراهيم قد رفضا البيعة، فلماذا تأخذنا بذنبهما؟ وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. بل أخذكم بذنبكم، أنتم تعرفون أين هما؟ قولوا عن مكانهما. لا بأس، ابعثوا إليهما يجيء إلي هنا، ولكم علي عهد الله وميثاقه وذمته وذمة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إن تابا ورجعا قبل أن أقدر عليهما سوف أؤمنهما على النفس والمال والأهل، ولسوف أعطي كل منهما 1000 درهم ولا أرد لهما حاجة. ماذا تقولون؟ لماذا لا تصدقنا وقد أقسمنا لك إننا لا نعرف مكانهما؟ أليس بينكم من يريد أن يفتدي نفسه؟ والله لا تضربن بالسياط كل يوم، ولا أحبسنكم في قبو مظلم لا تعرفون فيه الليل من النهار، حتى أظفر بمحمد وإبراهيم أحياء أو أمواتا. يعلم الله أنني فوجئت بمقتل أبي مسلم، فوجئت به. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا أزيد على ذلك. لا تتعجلي بالتهاني ولا تسيء الظن بي، فإن بعد الظن إثم. صدقتك مرة يا أروى،
قتلتم زوجي. قال أبو جعفر إنه لم يكن ينوي قتله، ولكن أبا مسلم استصاره بالكلمات فلم يتمالك نفسه. بل دبرتما الأمر معا، خنت الثقة وخلفت العهد الذي تعاهدنا عليه في موسم الحج، أتذكرين؟ ما خنت ثقتك ولا أخلفت عهدك، ولكني أخبرتك بما كنت أظنه صدقا. تظنينه صدقا؟ كأنك تقرين أن زوجك كان كاذبا مخادعا عندما أعطى الأمانة لأبي مسلم. أنا لا أدافع عن أبي جعفر، أتعلمين أنه منذ قتل أبا مسلم وأنا لم أبت في حجرته ليلة واحدة؟ أتعلمين أنني صممت على الطلاق منه ورفض الطلاق وأراد أن يعاقبني بأن يتزوج من أخريات؟ ما جدوى ما تفعلينه الآن بعد أن مات أبو مسلم؟ ما جئت أطلب إلا الصفح والعفو. لقد ألححت على أبي جعفر بألا يأخذ أموال أبي مسلم كما يفعل مع الخارجين عليه، وأمر أن يبقى لك ما كان يملكه من دور وأموال، وزاد على ذلك 100,000 درهم عوضا لك. شكرا على كرمه، ولكني لا أخذ ثمنا لزوجي ولو كان مال الدنيا كلها. سارة لا تسيء الظن بي ولا تؤاخذيني بما لم أفعل، لا تحاسبيني على أنني الجاني، والله يعلم أنني المجني علي. سارة اعذريها يا سارة، فوالله إنني أراها صادقة. والله لن أسامح أبا جعفر ولن أسامح نفسي إلا إذا سامحتني سارة. ما قولك يا سارة؟ لقد نفذ قضاء الله ولم يعد هناك ما يمكن أن تفعله أروى. اشربي يا أروى لعل الله يهدي النفوس. لا لقد برد هذا الشراب، لا يحلو إلا ساخنا، سوف أعد لك غيره. من الطارق؟ افتحي يا خالة. من أنت؟ ملهوفة جاءت تستنجد بالإمام أبي حنيفة. ومن تكونين؟ أنا رقية زوجة إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن. رقية يا أهلا ومرحبا. نعمان يا نعمان، رقية زوجة إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن. أخفضي صوتك أرجوك، فربما يكون خلفي. رقية أهلا بك يا ابنتي، أين إبراهيم زوجك؟ تركته في مخبئه في البصرة. هل أصابه مكروه؟ لا، بل أصاب أبي، زرته في سجنه ثم أسرعت إليك متخفية حتى لا تراني عيون الخليفة. تعالي. أخاف أن أسبب لك حرجا مع هؤلاء الحكام. اطمئني يا ابنتي، أنا لا أخاف إلا الله، تعالي. تفضلي يا رقي. تفضلي يا ابنتي. خيرا يا رقية. تركت زوجي في البصرة وجئت إليك لعلك تجد لي مخرجا. مرحبا بك في كل وقت يا ابنتي. قال لي عمي عبد الله والد زوجي إبراهيم قبل أن أغادر الحجاز، إذا ضاقت بك السبل واحتجت إلى العون
اذهبي إلى أبي حنيفة. عبد الله بن الحسن هو شيخي وهو أخي. إلى متى؟ إلى متى يا ولدي يظل هذا الحاكم الظالم مستمرا في ظلمه؟ أكثر ما يعذبني أن أبي شيخ مسن ومريض ولا قبل له بعذاب السجن. قلت لهم عندما زرته في سجنه خذوني بدلا منه، فرفضوا وأصروا أن أحضر لهم زوجي إبراهيم حتى يطلقوا سراح أبي. يريدونك رهينة حتى يستطيعوا أن يمسكوا بزوجك؟ والله ما كنت لأفعل حتى لو قتلوني، ولكني لا أحتمل ما يحدث لأبي. لقد رعاني منذ ماتت أمي، وحين بلغه الكبر واحتاج إلي أصابه ما أصابه بسببي. هدئي من روعك يا ابنتي واطمئني، أنت الآن بين أهلك وفي دارك، ولعل الله أن يحدث أمرا، وقد يتراجع محمد النفس الزكية عن الخروج على الخليفة، وساعتها يتراجع أبو جعفر عن سجن آل الحسن ويطلق سراحهم وتنفرج الغمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن لا نراك حتى نطلبك المرة تلو الأخرى. هذه المرة جاء طالبا لقائك يا أمير المؤمنين. فقد أنجزت بحمد الله وعونه ما شرفني به أمير المؤمنين من إسهام متواضع في بناء مدينته الجديدة دار السلام بغداد. لقد أوقفنا البناء حتى نفرغ من إقرار الأمن والقضاء على الفتنة في الحجاز والعراق. تفضل يا إمام. لعلك سمعت ما حدث من محمد وإبراهيم ولدي عبد الله الحسن. كثرة الفتن بين الطامعين في السلطان تلقي في روعكم الشك والقلق دوما، فاحذر ألسنة النفاق والملق بين حاشيتك وبطانتك. تقصدني أنا يا أبا حنيفة؟ ها؟ يجب أن تعرف أنني لست من بطانة أمير المؤمنين، أنا عبد، أنا العبد الذي يخلص لسيده، وأشهد أن إبراهيم ومحمد يدبران للخروج على أمير المؤمنين. لا يليق يا وزير أمير المؤمنين أن تصف نفسك بالعبد، لأنك إن صدقت فلا شهادة لعبد، وإن كذبت فلا شهادة لكاذب. أتسمع يا أمير المؤمنين ما يقوله عني؟ انتظر يا ربيع، تفضل أكمل حديثك يا إمام. لا تسرف يا أمير المؤمنين في التضييق على أكبر البيت العلوي سنا، فإن ما حدث منهم لا يتناسب مع التدابير التي اتخذت في مواجهتهم. يا أبا حنيفة، ليس العاقل من يتحايل على الأمر الذي وقع فيه حتى يخرج منه، إنما العاقل من يحتاط للأمر حتى لا يقع فيه. أبناء الحسن أشعلوا نيران الفتنة بين الناس. لا تضعهم في حرج شديد يا أمير المؤمنين، كما فعل هشام بن عبد الملك مع الإمام زيد بن علي حين اضطره للخروج عليه ومحاربته
لأن ما يلقونه الآن من عسف واضطهاد لا يرضاه شرع أو دين. ما هذا الذي تقول؟ أمير المؤمنين يخرج على الشرع والدين؟ أو تعلم أنت من أمور الدين ما لا يعلمه خليفة الله في الأرض؟ يا أمير المؤمنين، إن قتل الإمام زيد بن علي رحمه الله كان نذيرا بانهيار سلطان بني أمية حتى هدمت دولتهم. يا إمام، أنت تعلم مكانتك عندي، وتعلم أيضا أن صدري يتسع لك كما لا يتسع لغيرك. إن رجاءنا يا أمير المؤمنين، بعد أن رأينا في عهد أخيكم أبي العباس رحمه الله بشائر عطف ورحمة ورفق، نأمل أن يستمر، وندعو لكم بالتوفيق إلى الهدى والعدل والحق. وقد عاهدتك أن تحدثني بما تشاء كما تشاء دون أن أغضب منك، غير أن كل هذا لا يخول لك أن تساعد على تقويض ملكي ولا أن تساعد الخارجين على حكمي. أنا ما فعلت هذا يا أمير المؤمنين، ولكنني فقط أتشفع لأبناء عمومتكم. لا شفاعة لهم، وإن أردت الحق ذهبت إليهم وطلبت منهم أن يرشدوني عن محمد وإبراهيم اللذين يثيران الفتن. مبلغ علمي أنهما لا يثيران الفتن، ولكنني أخشى أن تدفعهما أنت إلى ذلك دفعا. أتهددني بهما؟ والله لن يفلت مني، والله لأرشدن كل ما في ملكي وتحت سلطاني حتى آتي برأسيهما. يا أبا جعفر، لا تدع أبا حنيفة يغلبك على حلمك. لم يعد يجدي الحلم معه، ولن يرضعه إلا شيء من الحزم. إنه يخاطبني كأنه الخليفة وكأنني واحد من رعاياه. طلبت منه كلمة الحق ووعدته ألا تغضب. احتملته كما لم أحتمل غيره، فشجعه ذلك على مساندة الخارجين على سلطاني. لقد زارني اليوم، جاء يتشفع لعبد الله الحسن ولديه محمد وإبراهيم، وهو يعلم أنهما يعدني للخروج علي في الحجاز والعراق بعد أن رفض مبايعته. لعله أراد أن يتجنب القتال حقنا لدماء المسلمين. إن كان ذلك حقا فليذهب إلى عبد الله الحسن شيخي وصاحبه ويقنعه بتسليم ولديه، غير أنه يساندهما ويدعو الناس سرا وعلانية لمناصرتهما. هذا ما قاله لي رئيس البريد. لا تأخذ كل ما يقوله رجالك وكأنه الصدق، لعلهم يحقدون على أبي حنيفة لمكانته عندك. أروى، كلامك لا يخلو من هوان. أنت تبررين موقف أبي حنيفة وتدافعين عنه لأنه كان إلى جانبك عندما اختلفنا حول الشرط الذي كتبته لك في عقد الزواج. لا يا أبا جعفر، ما لهذا أطلب الحلم له، ولكني أحس الصدق فيما ينصح به. إنه لا يعطي رأيه راغبا في استرضائك أو طمعا إلى عطية منك، إنه يبتغي وجه الله. كلهم يدعون ابتغاء وجه الله، حتى الخارجون علي من أبناء الحسن. أبو حنيفة يختلف عن غيره، إنه لا ينازعك الملك ولا يطمع في سلطان، ولا تردد في بيعته لبني العباس في الكوفة، بل ودع العلماء إلى مناصرتكم. وهو اليوم
يحاول هدم هذا الملك ومساندة الخارجين عليه. ما أظنه بهذا الخطر الذي يصورونه لك. أروى، إن فقيها في مكانة أبي حنيفة لقادر بكلمة واحدة تخرج من فمه على حشد آلاف الرجال لمناصرة أعدائي. أرأيت يا أبا جعفر، أنت تعترف بقوة الرجل، فاجعل هذه القوة معك لا عليك. حاولت أروى، حاولت دون جدوى. عليك أن تواصل المحاولة دون يأس، فإنه كما تقول جيش هائل في رجل واحد. لا أعرف ماذا أفعل معه يا أروى. الرجال من حولي يشيرون علي برأي أجدني أميل إليهم، ثم أسمع منك رأيا آخر ويأخذني التردد على غير ما تعودت. وأي الرأيين ترتاح إليه يا أبا جعفر؟ أصارحك القول، أنا أميل إلى رأي من حولي، فهو يصادف هوى في نفسي. إن الرجل مستحق للعقاب أكثر مما هو جدير بالعفو. ذلك هوى نفسك فلا تتبع هواك. كان ابن عمك علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كرم الله وجهه، كان يقول خير الأعمال ما أكرهت نفسك عليه. وكان ولده الحسن يقول رضي الله عنه، إذا صعب عليك أمران فاعرضهما على هواك، فأيهما خالف الهوى كان الصواب. أنت بارعة في الإقناع يا أروى. بالحق، بالحق، لا بأس، سأخذ برأيك وأكره نفسي على ما لا تريد. مولاي أمير المؤمنين خليفة الله في الأرض. عبدك الربيع في انتظار مولاه أمير المؤمنين، وقد عد ما أمرت به. ما هذا؟ رسالة إلى عيسى ابن موسى أمير الكوفة ليمنع أبا حنيفة من الإفتاء ويحبسه في داره. ليس هذا الأسلوب الأمثل مع رجل كأبي حنيفة. هذا ما كنت أود أن أقترحه على مولاي أمير المؤمنين. الجزاء هنا لا يتناسب مع فداحة الجرم. العقاب الواجب أن نقبض عليه ونضعه في السجن. أنت تكره أبا حنيفة حتى أعماك الكر عن صواب التفكير والتدبير. والله لا أكرهه إلا لما يدمر لأمير المؤمنين من بغض وضغينة. يا أحمق، أنت تكره أبا حنيفة وتريد له مزيدا من الرفعة والشأن. والله ما بلغ أبو حنيفة من مكانة بين الناس إلا بعد أن حبس ابن هبيرة، وأنت بما ترى تريد له مزيدا من الرفعة وعلوا في القدر عندما تجعله يواجه أبا جعفر المنصور ويتحدى سلطانه. لا، أنا ما قصدت ذلك، إنما أخشى أن نتركه فيعمل على إثارة الناس وإذكاء الفتنة التي بدأت تنتشر في الحجاز والعراق. بوسعنا أن نمنعه عن ذلك بطريق آخر. أيها الأحمق، يمكننا أن نهزم أبا حنيفة بأن نحوله من عدو إلى صديق. كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ إلي بعبد الملك رئيس ديوان العطايا. أهلا ومرحبا بأخي الطيب عبد الملك. أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور يقرؤك السلام، وقد أرسلني إليك وهو يعلم مكانتي عندك. هذا صحيح والله، فإن لك مكانة كبيرة في نفسي، ولهذا أقول أخي الطيب. شرفتني بهذا التكريم يا إمام. ولكن يا عبد الملك، ما أغربه أبا جعفر؟
يتغير الرجل هكذا فجأة من الرضا إلى الغضب كما حدث مع أبي سلمة وأبي مسلم، بل كما يحدث معي الآن، فإنه يتغير هكذا فجأة من الغضب إلى الرضا. وبدلا من أن يرسل إلي شرطته لتقبض علي، إذا به يبعث إلي بأفضل وأخلص رجال بطانته. ليتك تدعو له بالسداد والتوفيق وطول البقاء يا إمام. ما ينفعه دعائي يا عبد الملك وهناك الكثيرون يدعون علي؟ أيستجيب الله لواحد ولا يستجيب للآلاف؟ أمير المؤمنين محب للخير والعدل، ولكن الأحداث تضطره إلى أن يفعل ما لا يريد. ما الذي يضطره يا عبد الملك؟ العهود وفاء وليست غدرة. ما الذي يجعله يرى في الغدر مصلحة عليا وأن يرى في السجن والقتل حكمة بالغة؟ ليتك تكون معي إلى جواره ولا تنقطع عنه، فوالله إنه لعميق الاقتناع بما تنصح به. أية أحداث تلك التي تضطره لأن يقسم أمامي؟ ليحشدن كل ما تحت ملكه وسلطانه، وليأتين برأسي ولدي عبد الله بن الحسن، فأجدني فجأة واقفا أمام واحد من أعتى الطواغيت الأمويين. أخذه الغضب في البداية، ثم عاد إلى نفسه وراجعها وأراد استرضائك. لو أنه حقا يريد استرضائي، فما الذي يعميه عن المغفرة والرحمة لآل بيت عبد الله بن الحسن وقد جاء بهم إلى سجنهم في العراق، والقيود في أرجلهم والأغلال في أعناقهم؟ لماذا لا يطلق سراحهم؟ هذا أمر سوف يجيء وقته، ولكن الخليفة يحرص على مودتك، وقد أرسلني إليك بهدية 10,000 دينار. ما أشد كرم أمير المؤمنين.